اليوم اول حلقه من المجازين كولتورال تاعنا باش نحكيو على الفن وخاصه الفن اللي يعمل فيه لجان. عندنا كاتريويك، عندنا شطحه، عندنا موسيقى، عندنا خرفه وعندنا طلعه. نمشيو الاول فقره من فقرات فقط موسيقى ونرجعو لكم. C'est un projet, c'est un collectif de musique électronique. Il est formé par deux personnes, Lihouma Abdoulala, Mouaz Ben Afmeen, musicien, ou Saifuddin Rim, il est ingénieur de son. Tlamina Zouz, c'est un projet de musique électronique, fi les différents styles, ou basé sur des recherches. Nikhmo Zouz, wahadna, composé, arrangé, autoproduction, les vidéos, les clips, kif, Nikhmo Mouhadna, ou Anna. Jusqu'à aujourd'hui 12 titres. Je m'inspire beaucoup de l'oriental et de la musique soufie. Nous essayons de les mettre en place avec la musique assistée par ordinateur, les MAO. Nous essayons de faire tous les titres dans un thème. Ramay, par exemple, le titre est Bendir, clarinette et dubstep. ثم دي تيتر نخدمو فيهم دي جيشانج مع لي ميزيسيان انترناسيونو كيما تيتر عود تريب خدمناه معناها مع ان لوتيست اللي هو من العراق بعث لنا البيست نتاعو وخدمنا معاه. الموسيقى هي لاي الموسيقى سي معناتها كيما نقولوا الحاجه اللي تنجم توصل بها انت شنو تحب تقول للعباد توصلها بالموسيقى. تربع من الرابورات القدم تاع تونس كيما قال لنا هو، تغرم بموسيقى الهيب هوب وقت اللي عدى 8 سنين في امريكا. نسمعوه يحكي لنا على تجربته وعلى مشروع الدبوس. عام 2000 خرجت لامريكا، عشت في امريكا 8 سنين وخدمت في الموسيقى 8 سنين في امريكا. حبيت نجي لتونس والحاجات اللي تعلمتهم انا برا مع الاولاد اللي هما في تونس ديجا اليوم عن برشا خير مني انا يعرفوهم على تونس. مع بعضنا حبينا نعمل امتي بروجي يا اخي، بدينا بالفكره انه يكون عندنا بلاصه القاعده في قاعده معناتها بلاصه وين البنكو فيها هو الدب نتاع دي طالون، خاطر احنا اليوم في تونس برشا دي طالون يعني ناس حاقرينهم معناتها مش حاقرين راهو لا كولتور كامله حاقرينها. جاست شد المايك Just chill the mic for all my people out there who just think that life is not fair. Just chill the mic for all my people out here who just think that we got nobody to fear. Just chill the mic. En même temps, on a une association. La source est comme des workshops, des ateliers. Nous sommes les hommes en Tunis. Nous sommes les Hassin, nous sommes les Hraïria. Les workshops font ma partie artistique, ou partie على الاستوار تاع الكولتور وبارتي سوسيال اللي نحكيو مع العباد على برشا مشاكل. وكيما احنا وصلنا خلينا ديسيزيون باش نقعدوش في الشارع في القهاوي، وصلنا خلينا ديسيزيون باش نكونوا هنا ونعملوا حاجه كونستركتيف، نجمو نكونوا نحنا على الاقل شطر ربع حاجه يقدروا لهم ينجموا ما يكونوش في الحومه بس يقعد يتكيف في الزطله في الشارع. يعملوا حاجات اخرين يتكيفوا في الدار يعملوا حاجات اخرين يعملوا حاجات اخرين معناتها بلو كونستركتيف وهما كيف ذا. بعد الموسيقى الحلوة اللي سمعناها مع بعضنا وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بها، باش نعطيو الفقرة الثانية فقرة شطحة تشوف فيها نوع تاع دونس جديد برشا، دونس يحبوه خاصة لي جون. نمشيو نكتشفوا مع بعضنا ونرجعوا لكم. بي باي توني دار كيما يسمي رواحه في البريك دانس، مشينا معاه للساله اللي ترينا فيها باش يورينا الشطحه نتاعو وباش يزيد يحكي لنا على البريك دانس اكثر. كنت نحب نعمل اي سبور ار مارسي هو اللي هو يعني فهمت، كل مره اللي يفرعوا نتاعي يقولوا لي لازم تنجح في قرايتك باش ندخلوك تعمل سبور، وانا ننجح في الاخر ما ندخلش. دونك السبور هذايا كي ريتو عجبني، حسيت يتعمل حتى في الدار، فهمت؟
جيست ان اسباس تنجم تعمل السبور هذي. بالأول كنا معنا دي جون نعملوا دونس واصحاب مع بعضنا ولي ميور عملوا وين سيليكسيون هكا بتاع 18 بيرسون وسمينا روحنا ابراندو. الدانس من الأول ما كانش ينجم ياخذ حدود مش ينجم يكون سير سير فكان ديجا اللي يتقابلوا يعملين باتل نسميوها معناها أن كونتر أن ولا جروب كونتر جروب يتسميو دي باتل فهمت هذيك معناها هو نعملوا البريك باش نوصلوا للحاجة هذي معناها باش نربح أنا واحد آخر في باتل من بعد ولينا طلعنا للسين كي طلعنا للسين ولينا نجم نقدموا عروض. احنا توا في قهوة اللوح في تحضيرات اللي سبقت لفينمون تاع البريك دانس واللي منظمته ريد بول. كيما قاعدين نشوفوا لي بي بوي ملمومين فما اكثر من 80 دانسور كل واحد منهم يحلم باش يكون من 15 دانسور اللي باش يشتغلوا على سان الفينال. قدام الأكروبوليوم لي جون ملمومين يستناو في سهرة الفينال فما 15 دانسور كل واحد منهم يتمنى يكون هو الشامبيون ويعمل تورني مع البي سي وان. نمشي ونسهروا معاهم ونتعرفوا على القواعد متاع البريك دانس أكثر. بريك في قوانين كبار برش خاطر البريك قبل ما كانش كيما توا. بريك قبل كان فازات معناها تعمل مو كهو فهمت توا ولات فما كاليتي فما معناها نظام صعب هو اكثر بالنسبه للتكنيك بالنسبه لمعناها الجوجمون تاعو. بريك دانس حاجه طياره نتعدى الفقرة الثالثة من برنامجنا فقرة خرفة باش نشوفوا خرفة حلوة برشا برشا حكاية مزيانة حكاية بالطبيعة نتاع فن. نمشيو للخرفة ونرجعو لكم من بعد. في القهوة هذه بدات حكاية زوز أخوات وانا جابوا فكرة جديدة هنا باش نسمعوهم يحكيو لنا عليها. يتيجت ديجا وقت اللي خممنا دو لانسي نوتر بروبر بروجي نبغي انتجري لا كولتور دون لو كوتيديان ليدي دو باس سي سا معناتها سي دو خاطر اون سي تري بيان كو لو تونيزيان ما يمشيش للدار ما يمشيش لي اسباس كولتور ما يمشيش باس لا بوش ما يمشيش للسينما دونك قلت pourquoi pas انا puisque la jeunesse tunisienne fréquente beaucoup les cafés, allez, à la fréquentation du café, puisque vous avez connu, mais à des mesures de l'Ukraine, allez, on a aussi une dose de culture dans le Caron. نجم تكون انجينيور ولا حتى اكسبير اما غرام الفن اقوى من اي خدمه اللي خلى الاولاد هذم يسيبوا كل شيء ويتلهوا بالقهوه. كنت ستاب في الخدمة تاعي سوا موا سوا مون فخير مي ليزومبيسيون تاعي ليزومبيسيون تاعنا زوز يزالي او دولا دو سا دوكو اون ايسي دو بوسي لي جون ريفليشي افيك سا كنجيبو لو كنجيبو لو لا ماتيار ارتيستيك قدامو اون دو بوسي ريفليشي حب ان جو يجي يعمل قهوة في بلاصتي يجي يعمل قهوه ويحكي على الكوره وتحكي على تاريخ وصاحبتي ولا شنيا يلقى دي تابلو يلقى بروجيكسيون دو فيلم يلقى واحد تولي سان سي تاريخ شي اخر. من الحاجات الاكسبسيونيل في القهوه هذه وقت اللي فما ايفينمون الكليونات الكل يخرجوا ويقعدوا الاولاد ينظموا في القهوه للعرض. نحن المره هذه خلطنا على ايفينمون تاع فيرنيساج نمشي ونشوفوه مع بعضنا. كنا نحن هنا تعبنا باش نمشيو فيغ لي جون يجيو راهو عندنا انسان وفيغ بور لي جون
pour faire, vous voulez vous produire avec n'importe quel produit artistique, sauf qu'il doit être artistique, mais commercial. Les hommes comme Tirdmo, un peu de réflexion, donc c'est une scène ouverte. Aïwer, DJ, c'est Matra, Chai, Blech, Konchai, femme, et vous aurez de l'argent en contrepartie. Dina, on a beaucoup de contacts par rapport au milieu artistique en Chai. Du coup, on va chercher des propositions pour des événements culturels, pour des événements de tout genre. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا وما طولناش عليكم في الخرافه اللايت نتاعنا. خرافه حلوه برشا وخفيفه برشا. نتعدوا الفقره من بعد فقره طلعه ونرجعوا لكم. في وقتنا توا الناس الكل وسبيسيالمون لي جون يعدي وقتهم على الانترنت زابينغ من سيت لسيت للي ولات الشبكات الاجتماعيه العالم الكافي اللي يحكيو فيها على كل شيء. فما منهم شكون يصور حاجات جديده ضامره ويبارتاجها. سلام سلام عسلامة بلي سينانة. اي وكريقه تدخلوا قراو شويه. باهي عاشق. في الدار يحضروا فيا باش نخدم لهم الباك. قول غول هو معناه عايش ولدي الباهي سميته نجيب باش يكبر ويخذ الباك باغ مونسيون. نجيب كبر ودخل المكتب. اياك بس روحك الباك قرب باي. اي سي نجيب دخلت لي ليسي تو ما عادش. ستوب 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 ما اسمش نجيب اسمي سليم. اخو الباك عند 5 سنين وتو بطل صافا. عمل باك ساعة توصلوا كيف لسانك يطلع هك ولا هك وشعرك يولي هك. بابا ماش كوا سوسواغ دا سالاد. بابا شنو العشاء اليوم؟ عجة. Europeans be like. Arabs be like. هالخدمة اليوم من الفنانين وفاتنا. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا وإن شاء الله تكونوا ما طولناش عليكم في الفقرات. شفنا مع بعضنا برشا حاجات حلوة سيرتو نتاع لي جون اللي عملوها اليوم. مشينا للشطحة للموسيقى للخرافة مشينا حتى للطلعة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا وعدنا معكم مجدد الجمعة الجاية في الأمان.